يا مساء الورد والفل والياسمين على سياده المشاهدين كل احدا باسمه خوفا من الخطا والنسيان. حلقه جديده من برنامج اللمه الحلوه، اللمه الحلوه اللي بتلم الحلوين المبدعين اللي دايما ما بتحلاش غير بيكم. النهارده معانا حلقه انا بقول ان احنا مختلفين فيها شويه. لإن في ناس كتير كانت بتقول اه أنت بتستند على إيه في علم الهبد وأنت بس الهبيد ولا في ناس تانية هبيدة؟ فأنا قلت النهارده نستضيف معانا اتنين من كبار الهبيدة أو من مجلس قيادة الهبد. وقبل ما نقولهم عايز أقول لحضرتكم إن إحنا دلوقتي أصبح بما لا شك فيه وفيما يشبه اليقين أننا نعيش في عالم تحكمه القوة. وبتنا نعرف أن المواثيق والقوانين والأعراف ما هي إلا أوراق في يد صاحب القوة، ولأننا ولأننا نعرف أن للكلمة قوة، فقد قررنا أن نقول كلمة الحق، دون الخوف من لومة لائم أو صياح الغوغاء، ومعي لقول الحق، وكلمة القوة. معي من كبار علماء علم الهبد الحج سيد الفل سيد الفل للي ما يعرفوش هو واحد من الناس اللي وضعت أسس ومعايير للهبد وأثناء الحلقة إن شاء الله هنتكلم مع بعض أقول لكم هو إيه النظريات اللي حطها عم سيد الفل معانا في علم الهبد. وعلى الجانب الاخر واحد من كبار الهبيده ومن علماء الهبد الكبار وهو العلامه بوزو. بوزو يا ساده للي ما يعرفوش هو من الناس اللي وضعت سلوك ونمط للهبد في حياتنا. ولكن هو بيعتز بنفسه فعشان كده دايما يحب لما نوجه له كلام بيحب يعمل تقديمه خاصه بيه عشان الناس تعرفه فاحنا نستاذن المخرجه اللي معانا ان ننزل التقديمه بتاعت السيد بوزو وتقرب في الكلام واتحارب حارب هينول للناس الضلمه وكل كلامه تغريب تغريب قال كل حاجه فاهم في اي حاجه بيتكلم في اي حاجه سخيف بس دمه خفيف وجود ابو العرابي في الكلام واحد هينور هينول للناس الضلمه السيد بوزو أه وضع معانا بعض النظريات وهو يعني لو اتكلم عن نفسه اعتقد هو يقدر يقول لنا بالظبط هو إيه يعني ايه اللي هو حاسه ولو هو عايز يتكلم فاحنا بنوجه له الشكر اولا على حضوره معانا ولكن اعتقد ان هما ما جابولوش مايك فلحد ما نجيب له مايك عشان خاطر نسمع اراءه لان انا ما بحبش اتكلم بشكل فردي يعني فهنتكلم في شويه مسائل جات لنا أه كاسئله في علم الهبد. تعرفين إن إحنا كتابنا اللي هو موسوعة علم الهبد النظرية والتضليل. الكتاب ده إحنا بنستقبل فيه كل الناس اللي عندها أسئلة صعب إجاباتها يعني. علشان كده إحنا كهبيدة نحب إن لما يجي لنا سؤال نبحث وراه. وطبعًا مفيش هبيد بيتسأل وما يجاوبش. لأن ده من شروط علم الهبد إنك طالما اتسألت تجاوب. موضوع إنك تعرف الإجابة أو ما تعرفش دي حاجة تخصك أنت. لكن اللي يخص الناس انك تجاوب عليهم فجانا سؤال بيتكلم عن تعريف المظبوط واذا كان يعني حد استشفه من فكره لما حد بيطلب قهوه يقول له هات قهوه مظبوط طب يعني ايه مظبوط ومين اللي ظبطه طيب يعني انت بتشرب المظبوط وغيرك بيشرب اللي مش مظبوط مين اصلا اللي حدد ان هي ده هو ده المظبوط فالموضوع خدنا لاسئله كتير يعني لما نيجي نتكلم عن الوزن المظبوط مين اللي ظبطه؟ ومظبوط في انهي بلد؟ ومظبوط في انهي عصر؟ لأن مع اختلاف العصور هتلاقي ان ان المظبوط النهارده ما كانش مظبوط امبارح وبالتأكيد مش هيبقى مظبوط بكره. فلما انت بتتكلم عن اي حاجه بنقول لك طب ايه الموديل؟ يعني الطول المظبوط ايه هو الطول المظبوط؟ مين اللي ظبطه؟ يعني مين اللي حدد ان هو ده الطول المظبوط؟ أكيد اللي حددوه هما الناس كانوا يمتلكوا القوة لأن زي ما إحنا كنا بنقول إن القوة هي أساس التفسير طالما إنت معاك القوة في الوقت ده فإنت اللي تقدر تفسر تقدر تتكلم تقدر تحدد مين المظلوم ومين الظالم تقدر تحدد, تحدد الصح والغلط تقدر تحدد الطول والأسر بما إنك إنت اللي تمتلك أدوات القوة وأدوات القوة متعددة زي ما أنتوا عارفين فبيقول لك مثلا إن اللبس المظبوط هو مظبوط فين؟ مظبوط هنا في مدينه الانتاج ولا مظبوط في الصعيد ولا مظبوط في كوالالمبور ولا مظبوط في امريكا ايه هو اللبس المظبوط ومين اللي ظبطه العادات لما تيجي مثلا عند مجموعه من الناس عندها عادات وتقاليد وبتعتبر ان العادات والتقاليد دي هي العادات والتقاليد المظبوطه طيب على اي اساس على اساس اعتبرت ان اللي انت بتعمله هو اهم حاجه واحسن حاجه على اي اساس انت اعتبرت ان الكلمه اللي بتقولها هي كلمه الحق وحق فين وحق ازاي حق بناء عن ثقافتك انت مش حق عام ومش حق عندي انا يمكن حق عندك انت ففكره المظبوط هنا بتاخدنا البحر كتير من الاسئله ما بيجاوبش عليها غير حد هبيد لما تيجي تقول لحد ايه هو المظبوط ويقولك لك ايه هو المظبوط اعرف ان ده من عندنا من الهبيده الكبار يعني حاجه تاني كانت برضو جات لنا سؤال بيقول لنا بالنسبة لشعب الله المختار احنا عرفنا ان اليهود في اسرائيل هم بيقولوا عن نفسهم شعب الله المختار والرجل الابيض في جنوب افريقيا كان بيقول عن نفسه هو شعب الله المختار والعرق الآري في المانيا كان بيقول عن نفسه هو شعب الله المختار لكن هنا في مصر احنا محتارين شعب الله المختار فين في الشيخ زايد ولا في التجمع الخناقة اللي دايرة واللي حطونا فيها طرف اللي هو فكرة أنت من سكان الشيخ زايد ومريد الشيخ زايد ولا أنت من سكان التجمع ومريد التجمع؟ مع العلم أن الناس اللي بتطلع فيزا عشان تروح الشيخ زايد إحنا بنحس يعني اللي مش من سكان الشيخ زايد ورايح إحنا بنروح نضيق عليهم يعني هم طول الوقت في حالة شكوى بتوع الشيخ زايد اللي هو الناس ال الوافدين، يعني هو بيكلمك على الوافدين، زي بالظبط ما أنت تكون في الخليج يقولوا نفس الجملة بالظبط. فأنا اكتشفت إن الخليج آه الشيخ زايد يعني آه هو جزء من الخليج. لأن هو بيتكلم على الناس اللي بتروح للمولات اللي موجودة في الشيخ زايد على أنهم وافدين. بيقول لك هي آه المشكلة بس في الوافدين هم اللي عاملين الزحمة. الوافدين هم بس اللي بيزحموا المرور. الوافدين هم اللي ممكن يعكسوا الناس في الطريق. اعتبروا إن الوافدين في الشيخ زايد. هما بيقولوا لي ما تعممش، طبعا ما فيش تعميم ما احنا قلنا دايما ان التعميم هو من صفه الهبيده، انك انت هتهبد يبقى بتعمم او بتقول ايه الحكايه بالظبط. فاحنا هنسيب للناس انها تحكم، شعب الله المختار في مصر ساكن في الشيخ زايد ولا ساكن في التجمع؟ عندنا سؤال تاني جاي برضه العلم الهبد بيتكلم عن علاقه الحب بالجواز. وهل الجواز من شروط الحب احنا كهبيدة اتناقشنا كتير سواء مع مسيد الفل او مع مستر بوزو اتكلمنا واستفضنا في الكلام وانتوا عارفين انا زي ما قلت لكم انا ما بحبش انفرد بالقرار احب اسمع اللي حواليا لان فكره انك تعمل مجلس عشان انت بس اللي تقول رايك فيه دي فكره مريضه لازم اللي حواليك يشاركوا معاك عشان كده دايما هتلاقوني معايا عم سيد الفل ومستر بوزو الحب في الجواز بيفسده وخصوصا لو جه مع الاختيار. يعني انت وانت بتختار شريك حياتك لو اختار لو دخلت الحب في في انت تتاكد انك هتغلط في الحزب لان الحب عامل زي المخدرات وانت في ايام الامتحانات اللي هو يعني بيغيب عقلك. وانت الجواز هو عباره عن مؤسسه وبناء. ما ينفعش البناء يدخل في آه القلب، البناء لازم يدخل فيه العقل، انت ممكن تحب أي حاجة، تحب أي حد، تحب أكلة، تحب الشارع، تحب ناس، تحب الناس بتوع الشيخ زايد، تحب أي حد، لكن عشان خاطر تكون مؤسسة مش أي حد، أنت لازم تكوين المؤسسة ده يبقى عن آه عقل، فإحنا بنقول كهبيدة إن الحب في الجواز هو بيفسده مش بيصلحه. سؤال تاني جاينا بيتكلم عن الاخلاص في فيلم الحب في الزنزانه. آه والاخلاص هنا ليه تفسير كتير ولكن في فيلم الحب في الزنزانه اللي ما يعرفوش ممكن يبقى يتفرج عليه. كان آه اشرح لكم بس المشهد عشان خاطر تقدروا تستوعبوا معايا انا اقصد ايه يعني. في الحب في الزنزانه آه كان في شباك عند اسم الرجال وفي شباك عند اسم الحريم. الشباك هو مش موضح يعني ما بيشوفوش بعض صريح كده بيبقى في زاويه ميل كده الناس بيشوفوا فيها خيالات بعض يعني الرجاله تشوف في خيالات النساء والنساء تشوف في خيالات الرجال. فبطل الفيلم اللي هو عادل امام خدوه يعني عشان يتسلب بما انه داخل السجن جديد فيوروه يعني الحاله دي فراح يبص فلقى واحده من بعيد قوي مش شايف ملامحها لابسه منديل اخضر. فتعلق قوي بالمنديل الاخضر. واصحابه في الزنزانه نصحوه قالوا له طيب ما انت حاول تكتب لها رساله قال اكتب رساله ازاي قال قالوا له اكتب رساله واكتب عليها الى ذات المنديل الاخضر فعادل امام سمع الكلام وراح كتب رساله وكتب عليها الى ذات المنديل الاخضر بس في نص الرساله كتب لها المخلص ليكي صلاح الاخلاص اللي بدا قبل اصلا ما يعرف شكلها ولا اسمها بس هو اعتبر نفسه مخلص ليها اخلص لايه لي يعني في فيلم الحب في الزنزانة أنت لما أخلصت أخلصت المين الإخلاص كان لإيه أنت بس شبح المنديل الأخضر فده بيقول أن الناس عندها تفسيرات متعددة للإخلاص وهتخلص بعد إيه يعني بعد ما شفت إيه من شريكك فأنت تبدأ تخلص له بعد كده في نغمة دايرة كده وبعتوها لنا برضو في علم الهبد بيقول لنا الناس اللي بتتكلم على الناس اللي معاها في الشغل وبينزلوا الافهات اللي على الناس اللي معاها في الشغل وتقريبا كل الناس اللي في الشغل بتبعت الافهات نفسها مكرره اللي هو فكره ان لما تدخل الصبح بتقول اللي معاك في الشغل ان انك لما تحب تشتغل مع ناس لازم تبقى يهودي من الصميم عشان اليهودي اللي معاك في الشغل فكرونا باغنيه ملعون ابو الناس العزاز اللي كل الناس بقت تشيرها فطلع السؤال هم مين الناس العزاز يعني لما كلنا كده ما فيش حد فينا من الناس العزاز ولما كلنا كده مش اليهود اللي في الشغل هم مين اليهود اللي في الشغل كل شخص بيشوف ان الكون كله بيتمحور حواليه يعني اخطاء هو ما مش باينه اخطاء اللي حواليه كارثه الناس كلها بصاله وحسداء كل اللي في الشغل عصافير بيبلغوا عن عنه هو وهو يعني مش عايز بس اقول الحاجات ممكن يعني تضايق حد ولو تضايق حتى انت ممكن تقولش مهم خالص عشان حد يبلغ عنك انت ما بتعملش حاجه عشان حد يبلغ عنك فكل واحد شايف ان اللي معاه في الشغل يهود آه تخي... تاكد ان كل اللي معاك شايفينك برضو من اليهود دول زي بالضبط لما كنا بنكتب على الميكروباص او على التوك توك اللي هو ما فيش صاحب يتصاحب لانك انت اصلا كمان محدش صاحبك فمعناها ان انت كمان ما تتصاحبش في حاجة تاني كنا عايز اتكلم فيها فكرة الكتب اللي بتطلع عن فن القيادة والسيطرة كتب كتير اللي هي على منوال كتب التنمية البشرية بتتكلم عن ازاي تبقى قائد زي بالظبط ورش التمثيل ورش المذيعين اللي هي فكرة انك بعلمك ازاي تكون كاريزما والكاريزما ما بتتعلمش، أنت ممكن تعرف كل حاجة وأقوى حاجة بس ما يبقاش عندك الكاريزما. القيادة زي الفن زي أي شيء ربنا بيوهوله لك، أنت ممكن تتعلم أصوله عشان تبقى مدير كويس بس تبقى مش عشان تبقى قائد، أنت ممكن تبقى مدير، ممكن تبقى ممثل عندك أدوات التمثيل بس ما أنتش نجم، لأن النجومية ممكن يبقى النجم ده أقل منك كتير في التمثيل، بس هي كاريزما، ربنا قبول أداه له ربنا. فاحنا مش مش هننجرف ولا يضحك علينا في فكره ان حد يعلمني القياده او يعلمني النجوميه انت ممكن تعلمني ادوات استخدمها لكن ما تقدرش تعلمني اللي ربنا حاجه تاني كان كتاب انتشر الفتره دي فحبيت اتكلم فيه مع حضراتكم شويه كواحد من الهبيده طبعا مش كاي حد تاني الكتاب اسمه عقدك النفسيه هي سجنك الابدي. كتبه الدكتور يوسف الحسين. الكتاب هنا بيستعرض فكره انك انت بتحبس نفسك، محدش بيحبسك. اللي هي فكره انك انت بتخلق لنفسك عالم وبتحط نفسك جواه. يعني بيتكلم مثلا عن مفهوم الرجوله. وبيقول لك ليه الراجل لما يقول لك شرفي تعرف انه مش بيتكلم عن نفسه. شرفي معناه انه بيتكلم عن اخته، عن زوجته، عن امه. مش عن نفسه. ليه الراجل بقى فكره الرجوله عندي هي ان غيري يبقى شريف، لكن هو ما تكلمش عن نفسه، هو ما عندوش حاجه تخدش الشرف. يعني هو مش هيعمل حاجه تخدش شرفه لكن شرفه وعرضه هو في حد تاني يقول لك ليه مثلا الشاب لو حب واحدة بيروح يقول لاخته ويقعد يكلمها كتير عشان تساعده. ليه هي بقى ما تقدرش لو حبت حد تروح تكلم اخوها وعشان يساعدها. ليه الرجوله بقت ان غيري عنده ايه؟ يعني الكذب ما بيخدش الشرف. ممكن السرقه والمخدرات ما بتخدش الشرف، لكن اللي بيخدش الشرف هو الاخر بيعمل ايه؟ دي من ضمن آه المفاهيم بتاعه الرجوله اللي الانسان حط نفسه جواها وبنى سور ودخل جوا فكره الرجوله من ضمن افكار الرجوله عشان تكبر انك لما تتضرب ما تقولش اي انك لما تحس بمشاعر ما تعيطش وقال لك هي دي الرجوله ما فيش راجل بيعيط ازاي اذا كان الانبياء بيعيطوا ليه الراجل ما يعيطش ليه زرعتوا جوانا المفهوم ده ليه فكره ان الناس اللي عايزه تخلف كتير مش عشان عندها فلوس كتير عشان تجيب حد يحميها يقولك العزوه فانت عشان خاطر يبقى عندك عزوه خلفت ناس وانت ما بتقدرش تربيها فانت كده راجل وفحل عشان تعرف تخلف كتير من ضمن الكلام كمان فكره الانوثه وارتباط الانوثه بالعنوسه وليه العانس بتحس انها مش انثى كامله وليه الانثى الكامله بتبقى دايما ناقصها حاجه ناقصها مناخير عايزه تتظبط شفايف عايزه تنفخ ليه دايما حطينا ان في نماذج احنا لو ما عملناهاش مش هنبقى كاملين الوصول للكمال هل اصلا فكره الوصول للكمال مطروحه هل في حد اصلا بيوصل للكمال هل اللي احنا بنعمله في بعض في الشارع ده نتاج افعال الاخرين ولا أف... ولا نتاج افكارنا احنا الشخصية انا مش هطول النهارده وهكتفي آه بالنماذج اللي جات لنا في علم الهبد دي وهشكر آه عم سيد الفل اللي النهارده آه آه اسرانا بكلامه وبمستر بوزو اللي كان وجوده معايا اضافه واللي خلاني اتكلم كتير واغوص في بحر علمه بشكرهم جدا على وجودهم معانا وبشكر كل مجلس قياده الهبد واقول لهم انتوا دايما مناره ونبراس وعلم نهتدي بيه واشكركم واشكر كل المشاهدين ونلتقي ان شاء الله على خير في الحلقه الجايه من برنامج اللمه الحلوه السلام عليكم